وما عنديش قلب لي 4-8 راسد ربي من غير جيبه ونص يالي. سيدي السلام عليكم، كنطلب من المسؤولين يجيبوا لي وليدي. مشى دركايا، مشى حارق مسكين، مشى قال لي مشيت انا بحالي بحال الدراري كاع مشاو. ملي مشى شدوه في الحبس تما، تعرض تهديد، تعرض للعنف تما من عندهم. كيعيط علينا يقول لك كاينه الحقره وكاينه راني مشدود راني حاقريني. هو صغير باقي عنده مسكين على صغير، يلا دخل العشرين الله، والتهديد والتعذيب وكيضربوهم وكيعذبوهم تمايا. المسؤولين سيدنا لما شوف من حال وليداتنا وجيبوا جيب لي وليدي، بغيت ندفنوا عانا ونزوره، بغيت ندفنوا قريب ليا ونزوره. انا مزاوقه فيك سيدي والمسؤولين وسيد العامل اللي دخل ليا في هذا الشيء والمسؤولين كل شيء، اللي السيد بوريطه وذاك الوزير الخارجيه يدخل ليا في هذا الشيء يجيب لي وليدي. انا مزاوقه فيكم، دوزوا من هنا وتبرد ليا شيطه. كل شيء الناس يسولوني وليدك ما درجه ولا باقي دفنتي ولا باقي باقي مسكين في التلج تما دايره في التلج باقي، وما عنديش باش نجيبه، ما عنديش الله غالب عليا. كو عندي شي ملك ولا شي حاجه كبعته، كو عندي شي حاجه كبعته على ولدي جدو رجا بالله يا ربي. كنطلب من المسؤولين الله يخلي لي بصحيحتهم، الله يعفو يعطيهم بصحيحتهم لما يجيبوا لي ولدي من تم، جيبوا لي وليدي راني محروق عليه. عبد الناصر مسكين، عبد الناصر قدوار، عبد الناصر مشى تما لاسبانيا ورا مات عندهم في الحبس تما مسكين، دارون في رادي وضربوه ومهدينه وقال لك كيضربونا وكيهدونا ودايرين هنا الحقره تمايا. نطلب من المسؤولين الله يجازيكم بالخير سيدنا، الله يجازيك بالخير. درت النداء الاول والنداء الثاني، الله يجازي ربي باقي ما جابوش يا ولدي. لا تبرد لي قلايبي، الله يرحم لكم الوالدين، الله يجازيكم بالخير. وانا على ما عندي صحه بقيت ركبني السكر وليت مريضه، كان بغيت نشرب في الماء ونشرب في الماء، ما كان ناكل ما كان ذوق. الله اللي عالم بيا، الله يجازي ربي صبرني على ولدي الحبيب ديالي، على حبيبي الله، على وليدي الله. راني ما كنصبرش، راني ما كنصبرش على ولدي، عذبوه ليا ما تسمح ليهم، ما تسمح ليهم قدام الله. متتبعه متتبعه جريده اسبيغود، على ما جاء على ام ديال القدوار بان الابن ديالها هاجر لديار اسبانيا، ولكن مع كامل الاسف تم الالقاء القبض عليه من طرف الشرطه الاسبانيه، وتم الوضع ديالو في زنزانه انفراديه، وتعرض خلال هذا الاعتقال للتعذيب. مات قدر عليه الله عز وجل باش يموت. الام ديالو الان تناشد المسؤولين وذوي الاختصاص باش يدخلوا على الاقل يجيبوا لها غير الولد ديالها الدفن هنايا وتزوروا مره مره. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو معنا في لاشين يوتيوب وبارطاجيو المواد في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنساوش ديروا جيم.